لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نستكمل بحث فقه التراويح والتهجد والقيام. واليوم بإذن الله تعالى سنتناول يعني بقية المسائل التي في مجملها تدور حول الوتر والقنوط وما تعلق بهما من أحكام في صلاة التراويح، فضلا عن عموم يعني القيام. والجزء الثاني يتعلق بالإمامة وما يتعلق بالإمامة من قراءة وأحكام تتعلق بإمام يعني صلاة التراويح أو صلاة القيام. فوقفنا على المسألة الثامنة وهي فيما يقرأ في الوتر، وبقية المسائل بعدها كلها تقريبا متعلقة بذلك. لذلك لو صح أن نجعل عنوانا لهذه المسائل يعني الآتية بإذن الله تعالى، فيكون هذا العنوان هو أحكام الوتر والقنوط، أحكام الوتر والقنوط وما تعلق بهما. قال في المسألة الثامنة فيما يقرأ في الوتر، فيما يقرأ في الوتر، قال يستحب لمن أوتر بثلاث أن يقرأ بعد الفاتحة في الأولى بالأعلى، وفي الثانية بقول يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد، لما رواه أحمد وأبو داود والنسائي عن أبي بن كعب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وهذا الحديث حديث صحيح، وذهب الإمام مالك والشافعي إلى مشروعية قراءة المعوذتين بعد الإخلاص لما جاء عند أبي داود والترمذي من طريق خصيفة عن ابن جريج عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد، والمعوذتين، لكنه ضعيف لحال خصيف يعني الراوي. قال ولم يثبت في قراءة المعوذتين في الوتر بعد الإخلاص شيء، وقد أنكر ثبوت ذلك الإمام أحمد وابن معين وغيرهما. وهو كما قال، وهو كما قال، يعني حديث إضافة المعوذتين في قراءة الوتر حديث ضعيف لا يثبت. وهنا نقف يعني مع هذه المسألة بشيء من التوضيح أكثر من خلال بيان أن صلاة الوتر، أن صلاة الوتر لها صورة، صلاة الوتر لها صورة. الصورة الأولى أن يصلي ركعتين ويسلم، يصلي ركعتين ويسلم ثم يصلي الثالثة وحدها، هذه الصورة الأولى. ودليل هذه الصورة ما أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يسلم بين الركعتين والوتر حتى يأمر ببعض حاجاته. كان يسلم بين الركعتين والوتر، يعني معناه أنه بيصلي الأول ركعتين ثم بعد ذلك يصلي ليش ركعة واحدة. نعم. قال وعند أحمد عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل الشفع والوتر بتسليم يسمعناه. عند الإمام أحمد عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل الشفع والوتر بتسليم يسمعناه. يبقى دي أول صورة، وهي أنه يصلي الشفع، لو صلى مثلا ثلاث ركعات الوتر آسف، فيصلي شفعا ركعتين ثم يصلي ركعة إيش وترا، يفصل بينهما بسلام. أما الصورة الثانية للوتر أن يصلي الثلاث بتشهد واحد، أن يصلي الثلاث بتشهد واحد متصلة يعني الثلاث،
وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث لا يقعد إلا في آخرهن، كان يوتر بثلاث لا يقعد إلا في آخرهن، رواه مالك في الموطأ والنسائي والبيهقي والحاكم بسند صحيح. فهاتان سورتان ثبتا عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أي السورتين أشهر؟ الأولى. الجواب الأولى، الأولى هي أشهر السورتين، أنه كان صلى الله عليه وسلم يفصل بينهما بتسليم. لكن لا بأس إن وجد الإمام أن هذا أخف على المصلين مثلا، لا سيما في آخر الصلاة، فصلى على هذه السورة لا بأس، وإن نوع الإمام في ذلك لكان أفضل. يعني إن نوع الإمام في ذلك يعني فعل هذه وتلك، يعني فعل هذه السورة والأخرى، من باب بيان السنة، من باب بيان السنة. ربما يقول قائل لو أنه صلى بطريقة أياما اعتاد الناس هذه الطريقة، فربما إذا غير اختلت أحوال الصلاة، لا سيما عند النساء مثلا في الأماكن التي لا ترى فيها النساء مثلا الإمام أو نحو ذلك، لا بأس إنه لو ظن أن هذا يحدث اضطرابا في النساء أن يقول سنصلي بركعتين منفصلتين مثلا أو نحو ذلك. نعم. أيضا من الفائدة في الكلام حول هذه المسألة أن نذكر بعض الأخطاء المتعلقة بصلاة الوتر أيضا. فمن الأخطاء المتعلقة بصلاة الوتر أن بعض المصلين يزيد تسليما يزيد ركعة بعد تسليم الإمام، يزيد ركعة بعد تسليم الإمام من الوتر، وهذا بتأويل منه أنه يريد أن يجعل آخر صلاته وترا، لأنه يريد أن يصلي بعد الإيش التراويح مثلا. فبعض الناس في صلاة التراويح يقوم يأتي بركعة بعد ما يسلم الإمام في الوتر، فما حكم هذا الفعل؟ فما حكم هذا الفعل؟ هذا الفعل في الحقيقة مخالف للسنة، مخالف للسنة. فمن وجوه، أولا أن هذا لا يعرف في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الذي روي فيه حديث ضعيف جدا، وهو حديث مروي عن علي، حديث ضعيف جدا، وهو تشفيع يعني الوتر، تشفيع الوتر. فهذا لا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه أنهم كانوا يشفعون الوتر، يعني خلي الوتر يبقى إيه شفع، ما هو الإمام قايم يصلي في التراويح آخر ركعة مثلا بيصليها وتر، يقوم المصلي اللي وراه بيصلي وراه معاه وتر، يقوم يشفع هذا الوتر. هذا لا يعرف في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إنه لا يضر إذا صلى المصلي خلف إمامه وسلم معه، ثم إذا شاء قام وصلى كيفما شاء، يعني لا يضره إذا أوتر مع إمامه ثم صلى ما شاء. فهذا هو الهدي وهذه السنة، وفي ذلك خير من جهتين: الجهة الأولى عدم مخالفة السنة، الجهة الثانية موافقة الإمام، موافقة الإمام. فإن الذي يصلي مع إمامه الوتر حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، وهذا لم يصلي مع إمامه حتى ينصرف، إنما خالف إمامه، خالف إمامه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كما روت أم سلمة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يركع ركعتين بعد الوتر وهو جالس، كان النبي صلى الله عليه وسلم يركع ركعتين بعد الوتر وهو جالس. فلا بأس لو أنه أراد أن يصلي بعد الوتر فأوتر ثم صلى، لا بأس في ذلك. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في نيل الأوتار، قال وإلى هذا ذهب أكثر العلماء، وإلى هذا ذهب أكثر العلماء إلى عدم نقض الوتر، إلى عدم نقض الوتر. يعني إيه نقض الوتر؟ يشفعه يعني.
قال: وقالوا إن من أوتر وأراد الصلاة بعد ذلك لا ينقض وتره ويصلي شفعا حتى يصبح، يعني إن شاء إن هو يصلي شفعا حتى يصبح لا بأس، لو صلى اثنين أو أكثر لا بأس يعني في ذلك. فإذا أيضا يستحب بعد الوتر وبعد التسليم التسبيح والدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا كثير منا ينسى هذا الدعاء بعد الوتر مباشرة. كان من سنته صلى الله عليه وسلم أن يسبح ويدعو بدعاء معين وتسبيح معين، كما في حديث أبي بن كعب قال رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر: بسبح اسم ربك الأعلى، وقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. فإذا سلم قال: سبحان الملك القدوس 3 مرات. فإذا سلم قال: سبحان الملك القدوس 3 مرات. هذا دعاء مستحب عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الوتر. ننتقل إلى المسألة 9. قال: هل ثبت في قنوت الوتر شيء؟ هل ثبت في قنوت الوتر شيء؟ يعني مشروعية القنوت في الوتر، هل عليها دليل؟ هل عليه دليل يعني القنوت في الوتر وإنه عليه دليل مشروعية؟ قال الإمام أحمد: لا يصح فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. وقال ابن خزيمة: لست أحفظ خبرا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت في الوتر، في القنوت في الوتر. وقال ابن القيم: ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه قنت في الوتر. القنوت مقصود به الدعاء، الدعاء قائما، الدعاء قائما في الصلاة على صفة مخصوصة، يأتي تبيين ذلك إن شاء الله تعالى. قال ابن القيم: ولم يحفظ عنه أنه قنت في الوتر. ونقل عن الخلال أنه قال لأبي عبد الله أحمد بن حنبل في القنوت في الوتر، فقال: ليس يروى فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، ولكن كان عمر يقنط من السنة إلى السنة. ثم قال ابن القيم: والقنوت في الوتر محفوظ عن عمر وابن مسعود. وسئل عطاء عن القنوت فقال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلونه. مفهوم هذا الكلام ماذا؟ ليس المقصود هنا نفي مشروعية القنوت في الوتر، إنما المقصود أن يعني الأئمة هؤلاء يقولون أنه لم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء، لكن ثبت عن الصحابة. فيعني يقول القنوت في الوتر محفوظ عن عمر وابن مسعود. وكذلك سئل عطاء قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلونه. لكن في الحقيقة هناك يعني دليل على مشروعية الوتر ورد في السنة، ورد في السنة، وإن كان يعني بعض العلماء طعن في سنده. وهو حديث عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط في النصف الآخر من رمضان. قال البيهقي: لا يصح إسناده. وروى أبو داود عن عمر مثله وفيه انقطاع. والصحيح مشروعيته في الوتر طوال العام، يعني القنوط مشروع في الوتر طوال العام، ويتأكد في رمضان لما روي عن بعض السلف. أشهر في الحقيقة من روي عنهم قنوط الوتر لا سيما في رمضان هو عمر رضي الله عنه، هو عمر رضي الله عنه. ونستطيع أن نقول أن هناك حديث الحسن وفيه تعليم النبي صلى الله عليه وسلم له كلمات يقولها في دعائه في صلاته إذا قنت، هذا أيضا دليل يشير إلى المشروعية. ولذلك فخلاصة أقوال العلماء في ذلك ثبوت مشروعية القنوت في الوتر سائر العام، يعني يجوز القنوت في الوتر سائر العام. يعني ممكن الإنسان وهو بيصلي صلاة الوتر
في كل يوم في بيته أو نحو ذلك يقنت في صلاة الوتر، يجوز هذا، ثبت عن الصحابة هذا. وأما في رمضان، أما في رمضان فهذا محفوظ عن عمر رضي الله عنه وبعض الصحابة أنهم كانوا يقنطون في رمضان. طيب في أول رمضان ولا في النصف الثاني؟ هذا يجاب عليه من خلال المسألة العاشرة. المسألة العاشرة، قال: هل تشرع المداومة على القنوط؟ هل تشرع المداومة على القنوط؟ قال: صح عن ابن عمر رضي الله عنهما كما عند ابن أبي شيبة من طريق أيوب عن نافع أن ابن عمر كان لا يقنط إلا في النصف من رمضان، إنه بعد 15 يعني في 15 رمضان ليلة 15 يقنط 15 يوم أو الليلة الأخيرة يعني. وقال الزهري: لا قنوت في السنة كلها إلا في النصف الآخر من رمضان، لا قنوت في السنة كلها إلا في النصف الآخر من رمضان. هذا محمول على لا قنوت جماعي، لا قنوت جماعي. أما القنوت في سائر العام لمن شاء في الوتر فهذا ثابت عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم. وقال أبو داود: قلت لأحمد: القنوت في الوتر في السنة كلها؟ قلت لأحمد: القنوت في الوتر في السنة كلها؟ قال: إن شئت. هذا من أحمد يعني ماذا؟ يقول: إن شئت يعني لا بأس إن يفعل ذلك. قال: قلت: فما تختار يعني تفضل؟ قال: أما أنا فلا أقنط إلا في النصف الباقي، النصف الباقي يعني النصف الثاني من رمضان، إلا أن أصلي خلف الإمام فيقنط فأقنط معه. الإمام أحمد رحمه الله بيقول: أنا أحب إلي النصف الثاني من رمضان، لكن لو الإمام قنط من أول رمضان أقنط معه. نعم. قال: وقيل: يقنط في الوتر في جميع رمضان دون بقية السنة. وقيل: يقنط في وتر السنة كلها، يقنط في وتر السنة كل، وده الأقرب. يقول: والراجح ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الفتاوى، حيث قال: من شاء فعله ومن شاء تركه، فإن قنط في جميع الشهر فقد أحسن، وإن قنط في النصف الأخير فقد أحسن، وإن لم يقنط بحال فقد أحسن. يعني لا يوصف إنسان قنط في النصف الأول، قنط رمضان كله أو النصف الثاني أو ترك حتى القنوط بأنه أساء، بل كل ذلك مشروع، كل ذلك مشروع. قال: وإن قيل بأن المشروع الفعل أحيانا والترك أحيانا فهو جيد، فهو جيد. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: القنوط سنة في الوتر، وإذا تركه في بعض الأحيان فلا بأس. وقال ابن عثيمين: إذا قنط أحيانا فهو خير، وإن ترك أحيانا فهو خير. وده أقرب والله أعلم يعني الأحوال إلى يعني الأخبار الواردة في مسألة القنوط، إنه يفعل ويترك، إنه يفعل ويترك. وعليه الإخوة الأئمة خصوصا إنه الأفضل له إنه يجي في رمضان في كل كم يوم كده يسيب مرة، يعني كل كم يوم يروح سايب مرة ما يقنطش، من باب بيان أن هذا مجرد إيش؟ سنة وليس فرضا ولا شيئا واجبا. وإلا بعض العامة أحيانا يظن ذلك. أنا أذكر من سنوات كنا في المسجد الحرام والشيخ الشريم كان هو اللي بيصلي الوتر، فترك، كان يوم 12 حاجة زي كده يعني، فترك الوتر القنوط يعني. فالعامة يعني كنت على سطح المسجد، الناس في حالة من الإنكار الشديد جدا، إيش الإمام فعل كذا، كيف يفعل كذا ونحو ذلك. وهذا لأنه بالفعل انقدح في نفوس كثير منهم أن هذا إيش؟ ده جزء من الصلاة، جزء من الصلاة. ولذلك الأفضل فعلا كما قال الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين، أفضل يفعل ويترك طول الشهر كله. يعني احنا بنقول لو الإمام مثلا كل مثلا أسبوع 10 أيام ساب مرة، يبقى الناس فهموا أن ده مش إيه؟ مش فرض
ونحو ذلك. والإمام يكون عنده فقه ممكن يشوف في يوم كده الناس ورهقوا فيه، الناس فيهم شيء من السآمة نحو ذلك، يوم يسيب القنوط في هذا اليوم. نعم. قال ابن سحمان: ولا تقنطن في كل وترك. نعم. ولا تقنطن في كل وترك يا فتى، فتجعله كالواجب المتأكد، وكن قانتا حينا وحينا وتاركا، لذلك تسعد بالدليل وتهتدي، ففعل وترك سنة، وكلاهما أتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنت مقتدي. يبقى نخلص من هذه المسألة أن القنوط مشروع في السنة كلها، ويتأكد يعني استحبابه في قنوط الوتر في وتر رمضان، في وتر رمضان، ومشروع أن يقنط الشهر كله أو نصفه الأخير. نعم. المسألة الحادية عشر: قال: ما مقدار القنوط؟ ما مقدار القنوط؟ قال: من الملاحظات على كثير من الأئمة في التراويح تطويل الدعاء في القنوط، وهذا خلاف المشروع، وينبغي أن يكون القنوط قصيرا لدقائق معدودة. وقد جاء عن الإمام أحمد أنه قدر ذلك بمقدار قراءة سورة الانفطار. يعني ثلاث أقوال في الحقيقة، يعني مرة قال سورة الانفطار، ومرة قال أكثر، ومرة قال أقل. فالغرض المقصود يعني أنه مقدار القنوط ليس له حد محدود، لكن من نظر في أدلة السنة في أدعية القنوط يجد أنها لم تكن طويلة، لو لم يكن دعاء القنوط طويلا كما هو حال كثير من يعني الأئمة في هذا الزمان عندما يصلون بالناس، فتراهم يطيلون يعني القنوط. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الذي ينبغي أن يقتصر، يعني الإمام يعني، على الكلمات الواردة المأثورة يعني، ولا شك أن الإطالة شاقة على الناس وترهقهم، ولا سيما الضعفاء منهم، ومن الناس من يكون وراءه أعمال ولا يحب أن ينصرف قبل الإمام، ويشق عليه أن يبقى مع الإمام، فنصيحتي لإخواني الأئمة أن يكونوا بين بين، يعني ماذا؟ لا تقصير مخل، ولا تطويل ممل. نعم. وقال الشيخ ابن جبرين حفظه الله: لا تنبغي الإطالة الزائدة التي توقع المأمومين في الملل والضجر. أي نعم. وذا يعني من المخالفات التي في الحقيقة انتشرت بشدة في السنوات السابقة، وخصوصا مع بداية الصحوة كثر هذا، يعني نجد مثلا بعض الأئمة يعني يقنط في صلاة التراويح ممكن يظل مثلا نصف ساعة، بل يعني ذكر لي بعض الإخوة أن كان أحدهم ممكن يوصل ساعة، ساعتين إلا ربع. إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني انظر إلى الغلو شديد جدا، غلو شديد جدا. ولذلك من أين هيأتي بالأدعية؟ هتجد كمان هيحصل اعتداء في الإيه؟ في الدعاء. ولسه هيجي معانا مسألة الاعتداء في الدعاء، هتجد فيها مخالفات لا حصر لها عند ذلك، فضلا عن إملال الناس. وإلا يعني هذا يعني من أسوأ في الحقيقة ما فيه، أنه مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. المتأمل ليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أدعية القنوط هيجدها لا تتجاوز دقائق معدودة، لا تتجاوز دقائق معدودة. أي نعم. يقول الثاني عشر: قال: هل القنوط في الوتر قبل الركوع أو بعده؟ القنوط في الوتر، هل القنوط يكون قبل الركوع ولا بعد الركوع؟ احنا مشهور طبعا عندنا انه بعد الركوع، وفي الحقيقة ده أفضل. قال: قيل قبل الركوع، وقيل بعده، وسبب الاختلاف أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء، فقاسوه على قنوط النوازل، والصواب جواز الأمرين، ولكن الإمام أحمد قال بعد الركوع أحب. يعني بيقول أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء، فقاسوه على قنوط النوازل. احنا عندنا هنا نوعين من القنوط، هو دلوقتي قنوط النوازل وقنوط إيش؟ رمضان.
قنوط النوازل هذا ثبت أنه بعد الركوع اتفاقا، ثبت أنه بعد الركوع اتفاقا. قال الحافظ في الفتح: ومجموع ما جاء عن أنس من ذلك أن القنوط لحاجة، لحاجة يعني ماذا؟ نازلة يعني، بعد الركوع لا خلاف عنه في ذلك، لا خلاف عنه في ذلك. وأما لغير حاجة فالصحيح أنه قبل الركوع، وقد اختلف عمل الصحابة في ذلك، والظاهر أنه من الاختلاف المباح. يعني الحافظ بيرجح أنه يكون في قنوط رمضان إمتى؟ قبل الركوع، قبل الركوع. ولكن بيرجع بيقول والظاهر أنه ده من الاختلاف الإيش؟ المباح. ولذلك لو فعل هذا أو ذاك صح، وإن كان التأخير يعني بعد الرفع أولى، تأخير بعد الرفع أولى، لا سيما وأن هذا ربما يضطرب في مفهوم الناس إذا كان بعد قبل الركوع، يعني أنه إذا كان قبل الركوع. قال شيخ الإسلام رحمه الله مرجحا يعني بين القولين، قال: أما القنوط فالناس فيه طرفان ووسط، منهم من لا يرى القنوط إلا قبل الركوع، ومنهم من لا يراه إلا بعده. وأما فقهاء الحديث كأحمد وغيره فيجيزون كلا الأمرين، فيجيزون كلا الأمرين لمجيء السنة الصحيحة بهما، وإن اختاروا القنوط بعده، بعد الركوع يعني، لأنه أكثر وأقيس، فإن أقيس يعني أقرب للقياس. نعم. قال: فإن سماع الدعاء مناسب لقول العبد: سمع الله لمن حمده. يعني شيخ الإسلام بيقول أن من وجوه الترجيح أن يكون بعد الرفع من الركوع، أن العبد بيرفع من الركوع بقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فيقوم يعمل إيه؟ يحمد بقى ويذكر دعاء ويسأل. نعم. إذن الأولى أن يكون القنوط بعد الركوع، خاصة عند خوف التشويش أو وجود عامة ينكرونه ويحدث بسببهم لغط وغلط. ده كلام المصنف مش شيخ الإسلام. إذن عندنا في مسألة موضع القنوط قبل الركوع ولا بعد الركوع، العلماء على جواز الأمرين، وإن كان في قنوط النوازل بالاتفاق يكون بعد الرفع من الإيش؟ من الركوع. ولذلك الأقرب في قنوط رمضان أن يكون بعد الرفع قياسا على قنوط النوازل. هيجي إن شاء الله معنا. في الحقيقة من الأخطاء أيضا اللي بيقع فيها بعض الأئمة في قنوط النوازل، في قنوط النوازل، إنه يفتتح ب يعني دعاء الحسن، الحديث بتاع الحسن: اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، إلى آخر الدعاء. هذا الدعاء علمه النبي صلى الله عليه وسلم للحسن يقول فين؟ في صلاته في القيام في الليل، في صلاة قيام الليل. أما القنوط في النوازل فالثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ماذا؟ أنه كان يتكلم في الموضوع، يدعو بما يناسب الإيش؟ الموضوع. كان يدعو على الكفرة، يدعو بنجاة الضعفاء من المسلمين ونحو ذلك. ولذلك ليس من المناسب أن الإنسان في قنوط نازلة، المسلمين مثلا حصل لهم مصيبة كارثة، يوم هو يقول: اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، مش ليس هذا هو الذي يناسب المقام والحال، إنما يدخل في الموضوع مباشرة، يدعو على الكفار، يدعو بنجاة المسلمين، يدعو بستر أعراض المسلمين ونحو ذلك. قال الثالث عشر: ما هي الأدعية المشروعة في القنوط؟ ما الأدعية المشروعة في القنوط؟ قال: يجوز للداعي أن يدعو بما يشاء شريطة ألا يتضمن الدعاء مخالفة شرعية. ادعو بما شئت، لكن بشرط إن الدعاء لا يتضمن مخالفة شرعية. يقول: يجوز للداعي أن يدعو بما يشاء شريطة ألا يتضمن الدعاء مخالفة شرعية. قال الشيخ ابن باز: لا بأس أن يدعو الإنسان بما يتيسر من الدعوات، وإن لم تنقل، يعني ليست من الدعوات الإيه المأثورة يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم،
إذا كانت الدعوات في نفسها صحيحة أي دعاء لا بأس، حتى ولو لم يكن من المأثور، وإن كان طبعا من حيث الأفضلية الدعاء بالإيش؟ بالمأثور أفضل. قال: لكن الأفضل اختيار أدعية الكتاب والسنة، لأنها أدعية جامعة، مثل: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، وربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، وربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، واللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت، وأيضا: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، واللهم أنت الحق ووعدك حق، إلى آخر الدعاء الوارد في ذلك، واللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، وغيرها من الأدعية الثابتة في الكتاب والسنة. هنا نقف مع مسألة القنوط في يعني جملة مسائل لم يذكرها المصنف، نشير إليها بإذن الله باختصار. أيوة طبعا، اللي عايز يكتب يكتب، ما أنا بقول بسرعة لأن مش هينفع نملي، لكن أنا لقلت لا بأس إن إحنا ممكن بعد ما نخلص كل البحث الإخوة لو شاءوا إنهم يصوروا البتاعة دي يصوروا. نعم، بل أنا كنت بقترح إن أحمد حمدي ياخدها، بس إن شاء الله لما ربنا يعني يشفي سهيل كده ياخدها إن شاء الله ويعمل لنا حشي عليها، يعمل لنا دي اللي هو الفوائد دي تبقى حاشية عليها بتنفع معانا في سنوات قادمة إن شاء الله تعالى. فبعض المسائل كده ناخذها حول أيضا القنوط. الأولى: قول بعضهم حقا أو أشهد أو يا الله، قول بعض المأمومين يعني هذه الكلمات في أثناء الدعاء، وعلى فكرة هذه الألفاظ قديمة، يعني الناس منذ زمن قديم يقولونها. يقول الشقيري في السنن والمبتدعات: وقولهم حقا حقا أثناء قراءة الإمام للقنوط بدعة إن لم تكن مفسدة للصلاة، فأقل أحوالها الكراهة، يعني أقل أحوالها أنها بدعة مكروهة. لماذا؟ لأن هذا ثناء على الله سبحانه وتعالى يثني به الإمام، وعلى المأموم أن يتدبر هذا ويسمع. ولم يرد عن الصحابة أنهم كانوا يقولون مثل هذه العبارات: لحقا ولا أشهد ولا يا الله ونحو ذلك. نعم، فضلا عن أنه بعضهم في الأدعية هو الذي يعني يطلب من المأمومين أن يرددوا مثل هذه الكلمات، فهو يقعد يقول في الدعاء يا الله والناس يقول وراه يا الله ونحو ذلك، أو بعضهم يقول من الواحد والناس يقول هو الله ونحو ذلك. هذا كله اعتداء في الدعاء ومخالفة للسنة. المسألة الثانية هي حكم التغني بالدعاء، حكم التغني بالدعاء يعني ترتيل الدعاء، ودي مسألة مشهورة جدا، وصارت في الحقيقة أقرب أنها تكون سنة، يعني الناس كأنهم اعتبروها سنة، مسألة الترتيل في الدعاء أو ترتيل الدعاء، بحيث أنه الإمام اللي بيقنط وهو بيدعو مثلا، مثال كان يقول اللهم اهدنا في من هديت وعافنا ونحو ذلك، على طريقة الإيش؟ قراءة القرآن، على طريقة قراءة القرآن. هذه المسألة فيها خلاف، هذه المسألة فيها خلاف، لكن الأولى ترك ذلك، الأولى ترك ذلك، حيث لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة، لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا، لما دعا في القنوط ونحو ذلك ما نقل عنه أنه رتل القنوط الدعاء، وإلا لو كان حصل لكان انتشر واشتهر وعرف. ولذلك الأفضل أن يدعو بالدعاء من غير ترتيل، من غير ترتيل. قال الإمام ابن الهمام رحمه الله تعالى، إمام ابن الهمام يعني إمام مالكي ومن الأئمة الأكابر، قال: لا أرى
تحرير النغم في الدعاء. لا أرى تحرير النغم في الدعاء، إنه يعمله يعني بإيه؟ بطريقة الترتيل، كما يفعله القراء في هذا الزمان، يصدر ممن فهم معنى الدعاء والسؤال. قال: وما ذلك إلا نوع لعب. ده الإمام ابن الهمام بيقول كده، يقول: وما ذلك إلا نوع لعب، إنه هو يقعد يرتل الدعاء يعني. فإنه لو قدر في الشاهد سائل حاجة، قدر في الشاهد يعني في الواقع يعني. بيضرب مثال، بيقول لو قدر يعني في الواقع مثال يعني، بيقول: فإنه لو قدر في الشاهد سائل حاجة من ملك أدى سؤاله وطلبه بتحرير النغم فيه. انتوا واخدين بالكم هو يقصد ايه؟ واحد سائل فقير راح قدام ملك وقف يقول له ايه؟ اللهم اعطي، يعني يا ايها الملك اعطينا، وقعد يعمل له ايه؟ يرتل له الدعاء. فهو يقصد ذلك يعني، يقول: وطلبه بتحرير النغم فيه من الرفع والخفض، لانه في مدود مش بيتعمل ونحو ذلك، وادغام ونحو ذلك، واقلابه، كله كل احكام الترتيل بيدخلها في الايه؟ في الدعاء، في الدعاء. نعم. يقول: والتقريب والرجوع كالتغني. يقول كالتغني لا نسب البتة إلى قصد السخرية واللعب. يعني لو إن إنسان عمل كده قدام ملك، راح يقول له: يا أيها الملك اعطيني شيئا أنا رجل فقير، فقعد يرتلها بقى ويعملها له بالترتيل، لا نسب إلى قصد السخرية واللعب، إذ مقام طلب الحاجة للتضرع لا للتغني. بيقول كده يعني الإمام ابن الهمام، مقام طلب الحاجة ده مقام إيه؟ تضرع. هنا ممكن حد يعترض ويقول: طب ما هو القرآن بيرتل وهو أشرف من الدعاء. نعم، القرآن ليس كله سؤال، ليس كله سؤال، وإنما القرآن أحوال ومراتب كثيرة، ثناء وسؤال ودعاء وذكر أحوال السابقين وذكر أحوال أهل النار وأهل الجنة وكذا ونحو ذلك. نعم. ثم هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما غيره فلم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم ذلك، لا في الدعاء ولا كذلك فإذا على الهامش يعني نذكرها، ولا في خطبة الجمعة، ولا في خطبة الجمعة. بعض الخطباء أيضا على المنبر لما يجي عند آية يوم يعمل إيه؟ يرتلها. هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من السلف. مسألة ثالثة أيضا تتعلق بمسألة القنوت، المبالغة في الجهر بالتأمين من بعض المأمومين، إن بعض المأمومين يبالغ في مسألة الجهر بالتأمين يعني، خصوصا في الدعاء يعني دعاء القنوت. الإمام بقى بيدعي في القنوت، فالناس بيحصل لهم نوع من الإيه؟ يعني الإثارة للمشاعر وتهييج المشاعر ونحو ذلك، خصوصا إذا كانت يعني بعض المعاني توافق شيئا عنده في نفسه أو نحو ذلك، صاحب ذنب نحو ذلك، يقوم يعني يؤمن بصوت إيه؟ عالي جدا. نعم، تلاقي الناس مع الوقت كده تلاقيهم عمالين يقولوا آمين 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 آمين، دي عمالة تعمل إيه؟ وتلاقي فجأة المسجد بقى، لا بل هناك ما هو أسوأ، على الشيخ محمد إسماعيل بيقول مع الوقت تلاقي واحد ايه بقى راح بكي، يا ابويا يا ابا، وهو ورا الامام يعني بيأمن ونحو ذلك. نعم. يقول: قال الألوسي رحمه الله تعالى في كتاب روح المعاني، قال: وترى كثيرا من اهل زمانك يتعمدون الصراخ في الدعاء خصوصا في الجوامع حتى يعظم اللفظ ويشتد وتستك المسامع وتشتد، يعني يتعبوا أذان الآخرين يعني، ولا يدرون أنهم جمعوا بين بدعتين: رفع الصوت في الدعاء وكون ذلك في المسجد. إن التأمين بصوت عالي جدا ده هذا اعتداء في الدعاء. وروى البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فجعل الناس يجهرون بالتكبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس أربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم.
وعليه فلا يجوز رفع الصوت بالصراخ ونحو ذلك عند التأمين من المأمومين. مسألة أخرى، المبالغة في المحامد والثناء قبل الدعاء، المبالغة في المحامد والثناء قبل الدعاء. بعض الأئمة يقوم لما يجي يدعي في دعاء القنوت يبالغ جدا في المحامد والإيه والثناء، وتجد بقى يقعد مثلا كده لوحده كده 10 دقائق ولا حاجة محامد وثناء فقط، وهذا غير مناسب في الحقيقة. وإن كان السنة الافتتاح الدعاء بالإيه بالمحامد والثناء، لكن المبالغة في ذلك مخالفة للسنة، ولا سيما وإن الإنسان أصلا قايم من الإيه، قايم من الركوع، والركوع كله عبارة عن ماذا؟ محامد وثناء. الركوع كله عبارة عن محامد وثناء. يوم تجد بعضهم بقى يفضل يقول لك حاجات عجيبة جدا، ويقعد مثلا ربع ساعة كده لوحدها بس محامد، مش عارف سبحان الله في الأولين والآخرين ومش عارف إيه، ويقعد يقول حاجات طويلة جدا في ذلك. قال الشيخ محمد إسماعيل حفظه الله تعالى في كتاب عودوا إلى خير الهدى، ننصح الإخوة الأئمة والله يقرأوا هذا الكتاب، هو كتاب مش كبير، كتاب من فترة كان الشيخ عمله يعني، لكن في فوائد كثيرة للإخوة الأئمة خصوصا. قال: ومن المعلوم أن الصلاة كلها حمد وثناء على الله، ودعاء القنوت يأتي بعد الرفع من الركوع الذي فيه تسبيح وتعظيم وحمد وتمجيد لله عز وجل، وبعد قول المصلي ربنا ولك الحمد، فلا دليل على زيادة المحامد فوق ما شرع في هذا الموضع، والله تعالى أعلم. يعني أقول أنا يعني، والبعض يجعل من الدعاء موعظة، إن البعض الآخر مش المحامد بس، ده يجعل من الدعاء نفسه عبارة عن موعظة وخطبة داخل الصلاة، وخطبة داخل الصلاة، بحيث تتحول أو يتحول دعاء القنوط إلى عبارة عن عبارات موعظة في الترغيب والترهيب، حيث ذكر الجنة والنار والموت والصراط والقيام والسؤال، مما جعل بعض أهل العلم يخشى بطلان هذه الصلاة. الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه يقول: أخشى أن تكون باطلة، اللي هي الصلاة اللي فيها بقى حكاية مواعظ، اللي يقعد يقول كيف إذا وقفنا يعني على الصراط ومش عارف وحصل لنا إيه وروحنا فين وإذا مش عارف منين ونحو ذلك، يقعد يحكي حكاية الإيه المراحل بتاعت القيامة مش عارف إيه القبور، وكيف إذا مش عارف دخلنا تحت التراب والجنادل والمش عارف إيه ونحو ذلك. كل هذا ليس دعاء، كل هذا عبارة عن إيش؟ عبارة عن موعظة وإخبار ويعني إنشاء لأخبار فقط، وهذا ليس محل ذلك، إنما هذا محله سؤال وتضرع وانكسار لله سبحانه وتعالى. أيضا مسألة أخرى، وهي قول بعض الأئمة في دعاء القنوط، وهو يدعو بدعاء القنوط المشهور في رمضان: اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق. بالحق دي جابها منين؟ مش عارفين، كتير قوي قوي من الإخوة بيقعوا في الخطأ ده، إنك تقضي بالحق، مفيش ما لم يثبت في لفظ الحديث إنك تقضي بالحق، وربما هو يختلط عليه، عشان كده هو ثبت عنده كلمة بالحق دي، يظن أن هذا يعني نوع من القضاء الشرعي مثلا أو القضاء الكوني، لا بل هي تشمل القضاء الشرعي والإيه والكوني. الله يقضي سبحانه وتعالى ولا يقضى عليه، يقضي سبحانه وتعالى قضاء كونيا، ويقضي سبحانه وتعالى قضاء شرعيا، وليس لأحد أن يقضي لا شرعا ولا كونا إلا الله سبحانه وتعالى. إحنا هنقفز قفزة كده وهنرجع تاني. هو هنا المسألة بيقول الرابع عشر بحكم تكرار الآيات في التراويح، لا، في مسألة هو جابها بعد قدام شوية، صفحة هي عندي أنا هنا، عندي صفحة 22 الطبعة اللي معاكم أنتم مش عارف يا صفحة كامل، هي المسألة 18
مسألة الثامنة عشرة وصلت لها؟ طيب ماشي. المسألة 18 دي بيقول احذر الاعتداء في الدعاء. هي المفروض كانت المسألة دي في الحقيقة تيجي بعد الكلام عن القنوط والوتر، لأن مناسب لسه في اتصال الكلام عن يعني مسألة القنوط والدعاء ونحو ذلك، فهناخدها وبعدين نرجع تاني للمسألة 14. قال احذر الاعتداء في الدعاء. قال والاعتداء في الدعاء له صور كثيرة، فصلها أهل العلم من ذلك. هو طبعا هنا هيذكر ثلاث صور، لما ترجع لبعض الكتب المخصصة لذلك تجد ما شاء الله ذكروا كتير. يعني الكتاب بتاع الشيخ بكر أبو زيد يعني رحمة الله عليه، هذا الكتاب ممتاز جدا، كتاب صغير برضو زي كتاب الشيخ محمد كده، اسمه بدع القراء، هتجد فيه ذاكر بعض هذه الأشياء، وإن كان فيه بعض المسائل التي يعني فيها نظر. يعني على سبيل المثال مسألة تبديع الشيخ رحمة الله عليه، يعني من يواظب على خطبة الحاجة في الجمعة يعتبرها بدعة ويقول إن المواظبة عليها بدعة، وهذا في الحقيقة فيه نظر، وعلق على ذلك كثير من المعاصرين بعد الكتاب ما نزل. وإلا فهذه ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو بيقول لا، يعني بين الحين والحين يقوم يغير ويجيب افتتاحية أخرى، فما الدليل على البدعية؟ ولا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من ذلك، بل ثبت أن من السنة في الأمور العظيمة أنه يفتتحها بخطبة الحاجة. قال احذر الاعتداء في الدعاء. قال والاعتداء في الدعاء له صور كثيرة، فصلها أهل العلم من ذلك. الصورة الأولى قال السجع المتكلف والمبالغة في ذلك، فإن هذا من الممنوع شرعا. قال ابن عباس كما في صحيح البخاري في وصيته لمولاه عكرمة: فانظر إلى السجع من الدعاء فاجتنبه، فإني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك، أي الاجتناب، لا يفعلون إلا ذلك يعني الاجتناب. فالسجع في الدعاء هذا في الحقيقة من البدع التي ابتدعها كثير من القراء والأئمة في صلاة التراويح. وإحنا زي ما ذكرنا كده في بداية الصحوة في الثمانينات كانت في أشرطة، في بتنزل أشرطة كاملة قنوط التراويح، وتلاقي قراء مشاهير بقى صاروا مشاهير في الحقيقة بسبب هذه الأدعية في القنوط ونحو ذلك، إن تلاقي الدعاء ممكن يفضل مثلا نص ساعة ولا حاجة ولا ساعة، وزي ما أخونا محمود بيقول إن واحد بيدعي ساعتين إلا ربع، حاجة عجيبة جدا يعني. وتجد بقى الدعاء ده مليان سجع وتكلف، نسأل الله العفو والعافية، سبحان الله عدد البحار والأنهار وعدد ما غرد طير وطار ومش عارف إيه الآر وآر، كله بقى على الإيه؟ على القافية، يقعد ساعة يجيب بقى الحاجات اللي على إيه وزن الإيه؟ الآر آر دي على طول يفضل ماشي عليها، وغيره على حاجة تانية، وتجد عبارات عجيبة عمالة تتركب من باب الإيه؟ القافية تمشي والسجع يبقى ماشي في الدعاء، وهذا في الحقيقة يفقد الإحساس بالانكسار والافتقار. والناس اليوم مشغولين بإيه بقى؟ بالنغمة اللي شغالة بالقافية، والناس مبسوطين قوي، نغمة شغالة كده وعمالة ورا بعضيها كده، والناس مش مع الدعاء أصلا، إنما مع الإيه؟ مع ترنيم القافية اللي شغالة في الدعاء، وهذا سجع منهي عنه وبدعة يعني مذمومة لا ينبغي أن تكون. قال الإمام الخطابي رحمه الله تعالى: ويكره في الدعاء السجع وتكلف صفة الكلام له. قد يقول قائل: أليس قد ورد في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كثير من أدعيته هي عبارة عن يعني كلام مسجوع؟ الجواب نعم، كثير من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، بل أكثر أدعية النبي صلى الله عليه وسلم مسجوعة، لكن هذا عن غير تكلف وقصد، هذا يخرج منه صلى الله عليه وسلم من باب أنه هو من أفصح الناس لسانا صلى الله عليه وسلم، وأحسن الناس يعني إتيانا للكلام وجوامعه. أما أنه هو يتكلف ذلك
ويقعد يحط له خطة قبل ما يجي. ولذلك انت تلاقي كتير من اخواننا اللي بيصلوا مثلا بالناس ائمة في التراويح يقعد في البيت اكتر ما بيراجع الجزء اللي هيراجعه جايب شريط وقاعد بقى يطلع الادعية اللي هيعملها النهاردة بقى وبكرة هيغير بقى هيقول لهم ايه وبعده هيقول لهم ايه ونحو ذلك. هذا كله تكلف في الحقيقة، وده نوع من الانشغال بالسجع الذي يذهب أثر الدعاء. لكن والله لو دعا الله سبحانه وتعالى بما فتح الله عز وجل عليه به فضلا عن أن يدعو بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي الكتاب لكان هذا من أعظم ما يكون. حتى لو كرر ده كل يوم، لو كل يوم قعد يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وقعد يدعي بأدعية النبي يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك ونحو ذلك. هذا والله أعظم من كل اللي هو بيتقال بقى اللي هو بتاع الأنهار والبحار والمش عارف إيه والحاجات اللي بتتقال دي. أيضا مما يتعلق ب يعني مسألة الاعتداء في الدعاء، طيب ناخد الصورتين اللي هو ذكرهم بعدين نرجع تاني لله. الصورة الثانية قال من صور الاعتداء في الدعاء رفع الصوت بالدعاء رفعا زائدا عن الحاجة، لأن المشروع رفع الصوت بمقدار ما يسمع من خلفه، فإذا زاد عن ذلك فهو من الاعتداء. قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. وقد استنبط شيخ الإسلام وغيره من هذه الآية أن رفع الصوت بالدعاء من الاعتداء، لأن الله أمر بإخفائه وخفضه ثم قال إنه لا يحب المعتدين، فكأن من لم يخفض صوته بذلك يعد معتديا. ولذلك إن إذا كان هو بيصلي لوحده ما الداعي لرفع الصوت؟ إذا كنت بتصلي وحدك وبتقنط وبتصلي لوحدك ما الداعي لرفع الصوت؟ إذا كنت تصلي بالناس فغالبا في مكبرات صوت، فما الداعي لليه؟ للصراخ الشديد جدا ونحو ذلك كما يفعلوا أحيانا بعض يعني الأئمة عند الدعاء. فهذا نوع من الاعتداء في الدعاء. الصورة الثالثة قال تكثير الكلام الذي لا حاجة له في الدعاء وذكر بعض الأوصاف التي تخرج من الدعاء إلى الوعظ اللي كنا بنشير إليها من شوية هنا. ذكر بعض الأوصاف التي تخرج من الدعاء إلى الوعظ، تخلي الدعاء مش دعاء، تخليه عبارة عن إيه؟ وعظ، واحد قاعد بيقول موعظة النار والجنة والصراط لأن إحنا أصلا في موضع سؤال وليس في موضع موعظة. قال كأن يسأل الداعي ربه الجنة ويصفها، يعني يا رب ارزقنا الجنة اللي فيها وعليها وكذا وماذا ونحو ذلك، فيقول اللهم إني أسألك الجنة وقصورها وحورها وأنهارها وعد بقى وهو ماشي. طب ما لو قال أسألك الجنة بس ما كل دول في الجنة خلاص، وده عامل زي كتير من الناس اللي هو يقول لك اللهم انصر المسلمين في الشيشان، اللهم انصر المسلمين في الفلبين، اللهم انصر المسلمين في أفغانستان، اللهم انصر المسلمين في فلسطين، اللهم انصر المسلمين في كفر الدوار، اللهم انصر المسلمين، وهيقعد يعد بقى يفضل ماشي شغال. طب ما هو كل ده كله يجتمع فيه اللهم انصر الإسلام والمسلمين خلاص وتخلص المسألة كلها. نعم. قال أو يستعيذ من النار ويصفها فيقول اللهم إني أعوذ بك من النار وسلاسلها وزقومها وحياتها وسعيرها، كل ده تكلف واعتداء. والدليل على أن هذا من الاعتداء حديث سعد في سعد بن أبي وقاص يعني عند أبي داود أنه سمع ابنه يقول اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وبهجتها وكذا وكذا وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها وكذا وكذا، قال يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون أقوام من أمتي يعتدون في الدعاء فإياك أن تكون منهم، إنك إن أعطيت الجنة أعطيتها وما فيها من الخير، وإن أعذت من النار أعذت منها وما فيها من الشر. ما إيه داعي الحشو اللي أنت عمال تحشيه ده كله بعد كده؟ نعم. فنذكر حول هذه المسألة أيضا بعض الزيادة.
فنقول بعضهم يحاول تحريك مشاعر وعواطف المأمومين. يعني بعض الأئمة هو حريص أن يحرك مشاعر المأمومين، وده خير، وإن كان لو قصد به مجرد تحريك المشاعر الظاهرة فيه نظر. لو هو قاصد يحرك مشاعرهم بحيث أن قلوبهم تلين وطريق، هذا خير. إنما لو قاصد أن هو عايز يهيجهم أن يبكوا خلاص عشان يبقى النهاردة بكينا، هذا الذي فيه إيه؟ فيه نظر. وده معروف للأسف في كثير من الأماكن اللي فيها صلوات كبيرة ونحو ذلك، يقول لك النهاردة ليلة 27، تلاقي الناس الطيبة البسيطة بقى مجهزين نفسهم على إيه؟ على البكاء. شيء والله فعلا يعني يبعث على الضحك فعلا، إن الناس كلها ليلة 27 مجهزين نفسهم يبكوا. طب اشمعنا في الليالي التانية؟ طب وليلة 28 مالها يعني؟ مثلا وتروح الحرم تلاقي الحرم كله ليلة 27 كله عمال يبكي. خير إن الناس تبكي، لكن هل فعلا كلهم قلبهم تحرك بس في الليلة دي بس؟ وإلا هناك نوع من الإيه؟ من التحضير النفسي، سواء كان من الإمام أو من الإيه؟ المأموم. الإمام يجي في الليلة دي ويقعد يعمل حاجات معينة كده، ويقعد يزود في حاجات معينة بحيث إنه يحرك الإيه؟ المشاعر، ويهيج الإيه؟ النفوس إنها تبكي بقى ونحو ذلك. أو هو إن نفسه يقعد يبكي ويزود في البكاء كأنه عايز يقول لهم ما تيلا بقى، ما تبكوا أنتوا كمان ونحو ذلك. هذا إن كله إن كان قاصدا له متكلفا له، في الحقيقة هذا كله لا أجر له ولا ثواب، ويخرج في الحقيقة العبادة عن ما يراد منها. نسأل الله العفو والعافية. فنقول بعضهم يحاول تحريك مشاعر وعواطف المأمومين فيحدث من الأدعية المتكلفة ما يحدث، يعني يقعد يقول ازاي لما هموت ونخش تحت التراب ومش عارف والتعبين اللي هتعمل وتسوي ونحو ذلك، ويقعد يقول بقى حاجات كتيره جدا. كل ده نوع من التكلف الشديد جدا. هو عايز يعمل ايه؟ عايز يحرك مشاعر الناس، يوم الناس يبقوا ايه؟ يوم يبكوا او يتاثروا او نحو ذلك. نقول مثل ذكر احوال القبور والموتى والسؤال مما يخرج الدعاء عن صورته الى خطبه وموعظه. وبعضهم يفصل السؤال متكلفا، يفصل السؤال زي ابن سعد اللي قاعد يقول الجنة والكذا وكذا وكذا ونحو ذلك. روى الإمام أحمد عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه سمع ابنه يقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض على يمين الجنة إذا دخلتها. شوف حاجة ابتداء إذا دخلتها دي فيها إيه؟ فيها نظر، لأنه أنت يعني تستعظم الأمر على الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يدعو ربه وموقن بالإيش؟ بالإجابة. نعم. فقال اللهم إني أسألك القصر الأبيض على يمين الجنة إذا دخلته. فقال عبد الله أي بني، يعني إيه اللي أنت بتعمله ده؟ سل الله الجنة وتعوذ بالله من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. قوم يعتدون في الطهور والدعاء، يعني في استعمال الماء يعني وفي الدعاء. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. الجوامع من الدعاء، الكلام الجامع، كلام المختصر، يعني عايز يدعي لكل البلاد اللي فيها أزمات، يقول اللهم انصر الإسلام والمسلم، اللهم انصر المستضعفين في كل مكان، بخلاف ما يقعد يعد بقى الأماكن نفسها. نعم. قال الخطابي رحمه الله وليتخير الداعي لدعائه والثناء على ربه أحسن الألفاظ وأنبلها وأجمعها للمعاني، ياخذ الألفاظ الجمعة المختصرة. أقول ونسمع بعض الأئمة يعني يقول اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأخوالنا وخالاتنا وعماتنا وأعمامنا، صح؟ تجد أحيانا بعض ويقعد يقول بقى واغفر لأزواجنا وزوجاتنا وأبنائنا ومش عارف ونحو ذلك. طب ما هو اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين، اللهم اغفر مثلا لي يعني كل مسلم ونحو ذلك، هذا كلام جامع.
أو بعضهم يقول لحم مثلا، اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. طب ما هو يكفي عنها إيه؟ اللهم استرنا، خلاص ما تكفي، فوق الأرض وتحت الأرض وجنب الأرض ومش عارف إيه، تكفي واحدة، تكفي واحدة. أيضا ومن الاعتداء في الدعاء كما سبق التطويل في القنوت. قال النووي رحمه الله تعالى في المجموع، قال البغوي: يكره إطالة، يكره إطالة القنوت كما يكره إطالة التشهد الأول. نرجع بقى للمسألة اللي احنا وقفنا عندها اللي هي 14 تقريبا، حكم تكرار الآيات في التراويح. حكم تكرار الآيات في التراويح. قال: جاء عند النسائي عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام بآية حتى أصبح. يعني إن حكم أن الإمام يكرر آية في التراويح أو في قيام الليل. قال: جاء عند النسائي عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قام بآية حتى أصبح، قول الله تعالى يعني: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وجاء عن تميم الداري رضي الله عنه أنه كرر آية حتى أصبح، وهي قوله تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وجاء عن أسماء رضي الله عنها أنها كررت: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. والذي يظهر لي يعني المصنف أن مشروعية هذا خاص بصلاة المرء وحده، إن هو لو لوحده حتى لو قام الليل كله بآية واحدة يتدبرها لا بأس. أما إن كان مع الناس، يقول: أما في صلاة الإمام بالناس فلم أجد دليلا يدل على مشروعية ذلك، ولم أجد ما يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في صلاة جماعة. وقد تتأكد عدم المشروعية لمن يتطرق إليه بسبب ذلك الرياء، إن هو يفضل واخد آية والناس وراه وهو عمال يعيد ويزيد فيه، فالناس وراه طبعا ده الراجل بقى يعني خاشع جدا وماسك آية ومش قادر يطلع منها، فهذا في الحقيقة قد يسبب نوع من يعني الرياء، نسأل الله العفو والعافية. لأن تكرار الآية طريق إلى التباكي والبكاء، وهذا مما ينبغي أن يدفعه الإنسان في العلانية دون السر، وهذا هو هدي السلف كما سيتبين لنا في مسألة هل المشروع طلب الخشوع أو دفعه. طيب، مسألة مما يحضرني من طرفة، يعني أنا كتبتها في حاشية لكن الظاهر كتبتها في حتة تانية عايز أجيبها بنصها، يعني في شأن مسألة اهي موجودة اهي، إنه من حكاية المسألة إنه يقف على آية. يعني فالإمام ابن الجوزي رحمة الله عليه ذكر يعني حاجة هي من عجائب التكلف، نسأل الله العافية، يعني في مسألة اللي هو يقف بآية يعني. فذكر الإمام ابن الجوزي في أخبار الحمقى عن أبي عثمان الجاحظ قال: أخبرني يحيى بن جعفر قال: كان لي جار من أهل فارس وكان طوال الليل يبكي، فأنبهني ذات ليلة بكاؤه ونحيبه وهو يشهق، يعني من شدة بكائه صدر له يعني صوت يعني، ويردد آية من كتاب الله. قال: فلما رأيت ما نزل به قلت: لأسمعن هذه الآية التي قتلت هذا الرجل وأذهبت نومه. أنتوا بتضحكوا عارفين. واضح ان انتوا عارفينها. الله يفعل فعلا. انا امبارح وانا قاعد يعني باخد كده فوائد من بعض المراجع، ولادي دخلوا عليا لقوني عمال اضحك في لما نقلت الخبر ده، فعلا شيء يعني يدل على يعني سخف في الحقيقه يعني. نسال الله العفو والعافيه.
يقول: فلما رأيت ما نزل به قلت لأسمعن هذه الآية التي قتلت هذا الرجل وأذهبت نومي ونومه. يقول: فتسمعت عليه فإذا الآية: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. الرجل طول الليل بيقرأ بآية هي قرآن، نعم، لكن انظر هل هذا فعلا الذي يستدعي الإنسان أن يقف طول الليل؟ يعني زي بنتي ردت عليها قالت لي: ما يمكن هو كان عنده مشكلة في الموضوع ده. ف نعم الله المستعان، الله المستعان. طيب احنا نرجع تاني لمسألة الوقوف على آية وناخد فايدة أيضا أخرى وناخد استراحة بعدها إن شاء الله، وهي حكم النظر في المصحف داخل الصلاة حال قراءة الإمام في صلاة التراويح، يعني حمل المأموم، هل حمل المأموم للمصحف أثناء قراءة الإمام في صلاة التراويح؟ قلت هذا يكثر في الحرم والمساجد الكبيرة، يعني الصورة دي بنجدها في الحرم والمساجد الكبيرة نجدها كثيرة جدا، ناس كثير ماسكين المصحف وبيقرأوا يعني من المصحف خلف الإمام في التراويح، والغرض من ذلك عندهم متابعة القراءة، وبعضهم يقول بحجة عدم السهو ونحو ذلك، والكلام في ذلك من خلال ثلاث نقاط نذكرها. الأولى: لا بأس أن يقرأ الإمام من المصحف، الإمام لا بأس أن يقرأ الإمام من المصحف في رمضان، ودليل ذلك ما أخرجه البخاري معلقا ووصله الشافعي في مسنده. لاحظوا كده يا جماعة يا أئمة إنه حتى الخبر بتاع المصحف خبر يعني إيه ليس بالقوي في الحقيقة، البخاري ذكره معلق والشافعي وصله، نعم، وهو الخبر صحيح يعني. نعم. قال: كانت عائشة رضي الله عنها يأمها عبدها زكوان من المصحف، يأمها عبدها زكوان من المصحف. فهذا الحديث هو الذي أخذ منه العلماء دليل جواز حمل الإمام للمصحف إذا كان لا يوجد من هو أحفظ منه، والإمام هذا لا يستطيع أن يقرأ من حفظه، يقرأ من حفظه. قلنا: ولا ينبغي أن يتخذ ذلك سنة فيكون هو الأصل، لا، بل هذا يكون في عدم إتقان الإمام للحفظ أو عند غياب الإمام الحافظ. نعم. المسألة الثانية: إذا حمل أحد المأمومين المصحف خلف الإمام بقصد الفتح عليه، بقصد الفتح عليه، واحد هيشيل المصحف علشان يعمل إيه؟ علشان يفتح على الإمام، ده غالبا هنحطه ورا الإمام عشان إيه؟ ما فيش حد حافظ، فيقوم الرجل اللي ماسك المصحف ده بيقرأ ورا الإمام عشان لو أخطأ يقوم يصحح. إن أخطأ جاز ذلك وعليه فلا يجوز لغيره مثل ذلك، يعني يجوز إن واحد يخصص خلف الإمام لو ما فيش حد حافظ، ما فيش حفاظ، يقف حد ورا الإمام ويكون ماسك المصحف، الإمام بيقرأ وهو ماسك المصحف، بحيث الإمام لو أخل بالقراءة أخطأ يقوم هو يصحح له القراءة. طيب دليل المسألة دي نفس المسألة، قياس على فعل زكوان، لأنه في حاجة، في ضرورة إن الإمام حد هيصحح له. أما المسألة الثالثة وهي حمل المأمومين للمصحف خلف الإمام في التراويح، فهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسلف، فضلا عما يتسبب فيه من محاذير في الصلاة، يعني فوق أنه مخالف للسنة ففيه محاذير أخرى يتسبب فيها، أن الإنسان اللي ماسك مصحف وخلف الإمام في التراويح ومسكه في محاذير أخرى غير أنه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها صرف البصر عن موضع السجود الذي هو من أسباب الخشوع، لأنه هيضطر يعمل إيه؟ ينظر في المصحف، هيترك النظر فين؟ موضع السجود، وده بيبعث على الخشوع. نعم. أيضا من هذه المحاذير كثرة الحركة من غير ضرورة، لأنه هيضطر كل ما يسجد ويركع يعمل إيه؟
يقفل ويحطه في جيبه أو يركنه أو يجيب الصفحة كل شوية. الإمام بيغير مثلا يوم هو يقلب الصفحة، الهوى يجي مش عارف يروح عادل الصفحة ونحو ذلك. أيضا من المحاذير ترك سنة القبض ووضع اليدين على الصدر، لأنه هيضطر أن يعمل إيه؟ هيسيب السنة بتاعة القبض ويمسك الإيه؟ المصحف. هذا مخالف يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كان زمان فضيلة الشيخ محمد إسماعيل، كان زمان يعني، كان لما سئل عن الموضوع ده، كان الموضوع ده بدأ يظهر في بعض الإخوة، فقال هو من بدع الإخوة، لكن بعد كده بقى إيه؟ بقى عادة منتشرة خصوصا في الحرم ونحو ذلك. هنقف على هذا القدر إن شاء الله تعالى، ونستكمل بعد قليل بإذن الله تعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.